الآن أعزائي أحبائي، انتقلنا من مرحلة الخضير إلى مرحلة الحب كما تشاهدون. الآن تأتي مرحلة الحب والاستعداد ليوم حصاده كما جاء في القرآن، هذا هو الحب. إن شاء الله أيام بسيطة ويبدأ الحصاد اللي هو حش الزرع بالمحش. ترون الآن إحنا الآن في مرحلة الحصاد، خلاص مرحلة الحب، الذروة، هذا الاحمرار هو الحب. وهنا إلى تبغون تطمنون أكثر عن الخضير، هذه عينة منه خضير، خلاص الخضر هذا شكله، شوف شكله بخضرة، هذه لكم نموذجين، هذه خضير، هذا الخضير. أما هذا الذي واقف الآن كما تشاهدونه مرحلة الحب، ما يصلح خضير، أي واحد يخضره معناته تعب باطل فيه، حبة ما يطحنون لما طحنه غصب وما يقدر يأكل على جراسه، مو خضير، هذا بخضير، هذا بخضر تهب عليه لبان، تهب عليه مسهى مسهى، تهبوا في برادي في ملح تأكل زي الحلاوة، تهبوا شويط، احنا شوطوا، وانا يعجبني اكثر ما يعجبني الخضير مع المرسى ومع الموز ومع السمن والعسل. الله الله، ما عاد تتلازم عليه طير عربي احمر، ايوه طير عربي احمر من هذا اللي شحموا فيه مالح، ايوه طير احمر مالح، ما عاد تشبع منه، واتمنى كل مره وانت نازل جيزه خلاص تجيك الهبره على جيزه. فالحمد لله رب العالمين، في جازان أنعام كثيرة وأشياء جميلة جدا، منها زراعة الذرة بأنواعها الأبيض والأحمر والشهبة وغيرها أشكال وألوان، احنا ما نبغى نعددها هنا كلها الحين لك، لأن هذا اللي موجود أمامنا الآن، هذه الذرة الحمراء. وحياكم الله.